أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم حكومة كردستان العراق سفين دازاي أنه يوجد اتفاق مبدئي بين حكومته والحكومة في بغداد يقتضي بتوحيد التعرفة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية. وأضاف دازاي أن هذا الأمر سينفذ بعد تشكيل لجان بين الطرفين، حيث سيتم عرض هذا الموضوع على برلمان كردستان العراق لغرض تشريع قوانين تكون نظيرة لما أقر في بغداد وإلغاء أي قوانين أخرى تقف أمام توحيد تلك التعرفة. قال النائب في لجنة الطاقة البرلمانية جمال محمداوي إن البيان الصادر عن وزارة النفط بشأن عقد الشركة العربية للنقل البحرية عزز قناعة اللجنة بوجود خلل في أداء الوزارة. وأضاف المحمداوي أن هدرا في المال العام بلغ 29 مليار دينار عراقي تسببت به إدارة شركة ناقلات النفط بموجب عقدها مع الشركة العربية لنقل البحرية، مشيرا إلى أن ما جاء في بيان مكتب المفتش العام في وزارة النفط جاء ليعزز قناعة اللجنة بوجود خلل كبير في إدارة المفتش ومفاصل الوزارة الأخرى. قالت لجنة النزاهة البرلمانية أن هناك رغبة في فتح ملفات فساد سابقة في وزارة الدفاع، وأشارت اللجنة إلى أن أكثر أموال الدولة تمت سرقتها عبر وزارة الدفاع على اعتبار أن تركيز الموازنات السابقة كان للتسليح نتيجة العمليات العسكرية. وتابعت اللجنة أنها تبنت ملف الفساد في صفقات التسليح، حيث وجهت كتابا إلى وزارة الدفاع لتسليمها جميع عقود التسليح السابقة، لافتة الانتباه إلى أن الوزارة اعتذرت على اعتبار أن تلك الملفات ترتبط بالجانب الأمني. كشفت اللجنة المالية البرلمانية عن بيانات مالية مهمة للفترة من أول كانون الثاني وحتى نهاية نيسان الماضي. وقالت اللجنة أن نسبة الموازنة الجارية بلغت 95.7%، شكلت فيها نسبة الرواتب 65.9%، وهي نسبة مرتفعة جدا. وأضافت اللجنة أن نسبة الموازنة الاستثمارية بلغت 4.2%، فيما شكلت نسبة الإيرادات النفطية 94.5% مقابل نسبة 5.4% للإيرادات غير النفطية، ما يعني أن يجعل تمويل الموازنة عرضة للتقلبات الناتجة عن تغيير أسعار النفط. قالت مصادر صحفية عراقية إن عدد الشاحنات الأردنية التي دخلت العراق لم يتجاوز 32 شاحنة فقط، على الرغم من مرور أكثر من شهرين على تفعيل قرار السماح بدخول الشاحنات الأردنية والعراقية إلى أراضي البلدين. مدير جمرك طريبيل عمار أبو رجيع أكد أن عدد الشاحنات العراقية المحملة بالبضائع والتي دخلت إلى الأراضي الأردنية بشكل مباشر بلغ 40 شاحنة، فيما لم يتم تسجيل دخول أي شاحنة عراقية فارغة إلى أراضي الأردن. وكانت الحكومة في العراق قد أعلنت بداية شباط الماضي عن بدء العمل بآلية النقل المباشر للسلع والبضائع والمنتوجات النفطية التي تقضي بدخول الشاحنات الأردنية إلى المدن العراقية وكذلك الشاحنات المتوجهة إلى الأردن. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.